أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها التام لما ذكره المفوض السامي عن مملكة البحرين، وأن ما جاء في كلمته هو خطاب سياسي وليس حقوقي. كما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين في المجال الحقوقي تهدف لصالح المواطن. ومملكة البحرين باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ولديها مشروعها الاصلاحي ومسيرتها الديمقراطية احرص على حقوق مواطنيها من اي مؤسسة خارجية او جهة اجنبية. وشددت لجنة حقوق الانسان البرلمانية على ان السلطة القضائية في مملكة البحرين تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة. ولا يؤثر احد في احكامها واجراءاتها القائمه على الشفافيه والوضوح وان اي شخصيه او جمعيه تتجاوز القانون وتهدد الامن والسلم الاجتماعي فانها تساءل امام القانون وان كل الاجراءات التي اتخذتها الدوله مع المخلفين والمتجاوزين اتبعت فيها الاجراءات القانونيه اللازمه ولا يوجد في البحرين ما اسماه المفوض السامي بالمضايقات وعليه ان يوفر قلقه واهتمامه لان مملكه البحرين ملتزمه بتوفير وضمان ورعايه وصون حقوق الانسان للمواطن في كافه مؤسسات الدوله وان الحريات العامه مكفوله في المملكه وفقا للدستور والقانون وان اعمال العنف والارهاب والتحريض التي يقوم بها البعض هي ضد مبادئ الحريه والتعبير والقانون وهو ما ترفضه كل الشرائع والمواثيق الدوليه والقوانين واشارت لجنه حقوق الانسان البرلمانيه ان الاعوام العشره الماضيه شهدت تطورات واصلاحات ومبادرات حقوقيه بحرينيه حضاريه رائده ومتميزه وان البيانات والمواقف غير الموضوعيه التي تتخذها بعض المنظمات الحقوقيه المسيسه ضد مملكه البحرين هي بحاجه ماسه وضروريه للمراجعه الدوريه في مجلس حقوق الانسان لانها لا تعكس الواقع والحقائق عن مملكه البحرين وتوغل في اصرارها للاستماع لطرف واحد ووجهه نظر احاديه غير صادقه ولا امينه وتتخذ مواقف منحازه ومسيسه واعربت لجنه حقوق الانسان البرلمانيه عن خيبه املها لخطاب المفوض السامي ضد مملكه البحرين والاشارات السلبيه التي لا تعكس حقيقه واقع وسجل البحرين الحقوقي المتطور والبعيد كل البعد عن الانصاف والعداله والواقعيه وان مملكه البحرين تواصل مسيرتها ونهجها الاصلاحي بقياده جلاله الملك المفده ولن تسمح بتقويض امنها واستقرارها من اي جهه وعبرت لجنه حقوق الانسان البرلمانيه عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود وفد المملكه المشارك في اجتماعات الدوره الثالثه والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في التصدي للادعاءات الباطله تجاه البحرين كما اعربت اللجنه عن شكرها لممثلي الدول الخليجيه والدول الشقيقه والصديقه الذين اكدوا دعمهم لمملكه البحرين وما حققته من انجازات وما قطعته من اشواط كبيره في مجال تعزيز وحمايه حقوق الانسان وقدمت نموذجا متقدما يستحق الاحترام والتقدير في التعاطي مع الملف الحقوقي في سياق التشريعات القانونيه والاليات الوطنيه التي انشاتها كالمؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان والامانه العامه للتظلمات ومفوضيه حمايه السجناء والمحتجزين والعديد من الاجراءات في هذا المجال